இரண்டு ஆயிரம் இருபது السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم معايا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صباح الحياه على الصحه والجمال. الحقيقه احنا غيرنا ميعاد البرنامج من السبت خلينا الجمعه لظروف خاصه بيا انا شخصيا يعني والحقيقه القناه ساعدتني على ده فالمتابعين بتوعي انا بقول لكم من هذا المكان البرنامج ما بقاش السبت 12 ونص بقى الجمعه 12 ونص ودايما بسعد بحضراتكم ومقترحاتكم. هدخل على طول في اول فقره فقره صحتنا في معلومه والتعامل السليم مع الكبد الدهني بطرق طبيعية طبعا زي ما احنا متعودين ماذا يعني الكبد الدهني احنا عندنا الكبد بشكل طبيعي تمام المسؤول عن 500 وظيفة في الجسم بيوجد في الناحية اليمنى من البطن في الجزء الايمن تمام كده فطبعا الكبد بوظايفه الكتيره احنا مش هندخل في الوظايف بس هنتكلم تحديدا عن الناس اللي بعتولي اللي هم عندهم كبد دهني وازاي يتخلصوا من هذه الدهون ويحولوها من دهون ضاره الى دهون عاديه جدا دهون مفيده جدا في الجسم يعني بمعنى انا هوضح بالظبط يعني ايه كبد دهني ده عباره احنا لو بنشوف الـ 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 الدهن دهن العادي الابيض اللي موجود في اي حاجه موجود في الكلى موجود الحاجات حتى حضراتكم بتشوفوها سوري مع التشبيه يعني لو احنا ذبحنا حاجه بنلاقي فيه دهون كده بيضه حوالين الاعضاء زي الكبد وزي القلب بتاع الشيء اللي احنا بنذبحه والكلام ده نفس الفكره للانسان طيب وده غلط على المدى الطويل وده بيشكل ملوش اي لازمه في الجسم زياده وحمل على الجسم وعلى وظائف الجسم وخصوصا الكبد لانه من الحاجات المهمه جدا والاعضاء الحيويه جدا في التخلص من السموم من الجسم طيب دلوقتي احنا عندنا موضوع الكبد طيب اي حد عنده كرش ان شاء الله صغير عنده كبد دهني طب، الكبد الدهني معروف دي المصريين كلهم دايما يقولك ايه ده انا وحتى الرفيع رفيعين برضو عندهم حتى يعني كوليسترول عالي جدا يقولك أنا بأكل اللي أنا عايزه ومش بدخن ومعنديش كرش لا معلش عفوا الحقيقة أنت برضو يعني مش بعيد عن الموضوع طيب خلينا نتكلم في جزئية تانية بسيطة جدا هنتعامل إزاي مع الحاجة دي طيب إحنا أول حاجة إحنا بنتكلم عليها عايزين نشيل الدهون دي ونحولها قلنا لدهون نافعة طيب نبدأ بأول حاجة خل تفاحه خل لو واحنا خدناه من الحاجات اللي بتضيع الكبد الدهني، طب معلش على ايه اسباب الكبد الدهني؟ الناس اللي بتشرب كحول، الناس اللي بتشرب يعني اللي هو المسكرات والكلام ده عندها كبد دهني، الناس اللي عندها مشاكل وخصوصا في السكر والكلام ده كله بيتكون الكبد الدهني، في عندنا المضادات الحيوية اللي الناس بتبلبعها عمال على بطال من الحاجات اللي بتعمل كبد دهني، في حاجات تانية في حاجات اللي هي المبيدات الحشرية والحاجات المتهرمنة في سواء في الأكل أو غيره من الحاجات اللي بتأدي للكبد الدهني لأن تراكماتها على مدى السنوات بيعمل لنا الدهون اللي بتبقى عبء على الكبد طب الكبد يتجدد كل من ست شهور لسنتين طيب عشان يتجدد ما نساعد ولا أفضل على نفس اللايف ستايل أو العيشة اللي أنا عايشها بالأكل الغلط أو سواء الحاجات اللي أنا ما بعالجهاش أو إلى آخره وأقول أنا تعبان لا احنا هنعالج بسرعه زمان لسه مديه مثال دلوقتي خل التفاح مديه مثال كمان بنتكلم على البرقوق وعلى التفاح نفسه وخصوصا. قشر التفاح الناس اللي بتقشر التفاح وتاكل قلب التفاحة لا احنا القشر هو اللي فيه المادة اللي احنا انا ما بحبش اتكلم اسم المواد بالانجليزي انا بدخل على طول في المفيد اللي ينفع حضراتكم وبجيب لكم من النهاية من الاخر زي ما حضراتكم متعودين مني تمام طيب كده طيب في حاجة تانية عندنا البقدونس من الخضروات اللي بتكنس الدهن اللي على الكبد كنس بتمسحه مسح وبتجدد خلايا الكبد طيب خلصنا كده ادي كده الخضروات واتكلمنا في الفواكه عن قشر التفاح تحديدا تمام والبرقوق من الحاجات الحلوه جدا والبقدونس طيب في حاجات تانية البيض البيض من الحاجات الجميله جدا لو اتخذت باعتدال يوميا من الحاجات اللي بتساعد على تقليل الدهون في البطن وخصوصا الدهون اللي على الكبد خلاص كده طيب في حاجات تانية في حاجات بقى زي شرب المياه والتمارين والنوم بدري النوم بدري في غرفة مغلقة بدون حتى يعني ضوء كده معدي يعني غرفة ضلمه تماما النوم من عشرة ونص زي ما احنا اتكلمنا قبل كده لحد اربعة ونص او 5 صباحا عشرة ونص مساء لحد 5 صباحا ده الساعات الجميله جدا اللي الجسم بيرتاح فيها وبتصحى حضرتك مودك حلو والدنيا كويسه جسمك مرتاح ما فيش تكسير في الجسم ما فيش تعب ما فيش حاجه ولكن في على طول اللي 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 انه هتبقى حياتك صحيه طيب في حاجات تانية كده بالنسبة للكبد الدهني احنا كده قدرنا يعني نلم على السريع الحاجات اللي بتضيع ال يعني تحديدا الايه الدهون بشكل يعني ايه سريع طب في حاجه كمان في عشبه جميله جدا انا هقول لكم عليها دلوقتي ويا كلنا نجيبها حليب الشوك عشبه حليب الشوك او حليب الشوك سوري حليب الشوك دي عشبه وظيفتها بتدمر تماما دهون الكبد أنا مش عايزة اقول الناس مرضى الكبد بياخدوا حاجة معينة بتنشر الكبد انا مش عايزة أقولها الناس يعني في مادة كده معينة أو أكياس فورة بياخدوها بتتحط كده يقول لك علشان ننشط لك الكبد ويقلل لك الكلام ده طب ما انا واخده في عشبه عشبه حليب الشوك موجوده عند العطار موجوده عند الصيدلي كحبوب موجوده موجوده للناس كل الناس اللي ما عندهاش مشاكل في الكبد بس شاكين مجرد ما كرش ظهر حتى لو صغير انه عندهم ده كبد دهني لازم ياخدوا هذه العشبه باستمرار كل يوم كوبايه خلاص كده من الحاجات الجميله جدا والمرضى السكر العشبه دي مهمه جدا بتقلل نسبه السكر يعني بتحافظ لك على السكر بتاع الدم ما يعلاش لدرجه ما تتوقعهاش المفروض صوره عشبه حليب الشوكه ظهرت على الشاشه دلوقتي حضراتكم شوفوها وروحوا عند العطار هتلاقوها